إذا متابعينا الكرام نتواصل بتواصل أشواطنا وأيضا التحديات هذه الشعارات وهذه الأسماء الرائعة والجميلة مع شوط أيضا يحمل لنا في هذه الأسماء أيضا هذه الشعارات وهذه شوطنا 11 للإبكار متابعينا الكرام الحقائق ومسافتنا 3 كيلومترات نتمنى التوفيق دائما وأبدا للجميع هكذا ينطلق هذا الشوط إذن الصدارة الأولى متابعين الكرام هناك أيضا جليلة لسالم بسليب بخصوان العامري يقدم لنا جليلة مع المركز الأول بينما المركز الثاني التواصل في هذه اللحظات من الهايل لعلي بسهيل بن خيرة العفاري بينما المركز الثالث الوصول والقدوم في هذه اللحظات من زيارة المبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي يقدم لنا زيارة مع المركز الثالث بينما رابع الأسماء في هذه اللحظات النايف لناصر بن صالح بن طرشوم العامري بينما خامس الأسماء تاتي الشاني لسالم وحمد بن سالم بن لخن العفاري ياتي في هذه اللحظة مشاهدي الأعزاء على خامس الأسماء بينما المركز السادس الوصول في هذه اللحظة والقدوم متابعينا الكرام بهذا المسار من مزن لسالم بن محمد بن سعيد أيضا يتقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد شعار مزن لسالم بن محمد بن سعيد آل أيضا يتقدم في هذه اللحظات من قنازل العفاري بينما الوصول والقدوم في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء على 7 الأسماء أيضا متابعي الكرام وهنا 8 الأسماء يأتي في هذه اللحظات وتأتي هناك مشاهد الأعزاء ندى لسالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي ينضم في هذه اللحظة مع شعار بهذا الانطلاق بينما 9 الأسماء القدوم في هذه اللحظات والوصول القدوم من أيضا قرابة لعلي بن سلطان بن علي الشامسي يقدم لنا قرابة من خلال هذا المساري والاندفاع بينما 10 الأسماء هنا تأتي في هذه اللحظات تعزيز لراشد بن عوض بن طويرش العفاري هذه النتيجة لهذه الأسماء وعودتنا للصدارة الأولى عودتنا إلى مقدمة الشوط إذا العودة إلى الصدارة العودة إلى شعار بن يوعان يتقدم في هذه اللحظة ياتي بهذا الأداء الرائع والفنان على الصدارة الأولى ياتي مع زيارة يقدم لنا زيارة من ترتاد هذا ترتاد هذه الصدارة من خلال أيضا انطلاقتها واندفاعتها بهذا الشعار مبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي هنا يقدم لنا زيارة بينما المركز الثاني التواصل في هذه اللحظات من اليمامة وسالم بن حمد بن محمد العامري يقدم لنا اليمامة مع المركز الثاني حيث الدخول على 3 الأسماء تاتي النايفة وناصر بن صالح بن طرشوم العامري هنا يتقدم في هذه اللحظات مع النايفة ولكن الصدارة مع زيارة 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 على المركز الأول والقيادة الأولى متابعينا الكرام يقدمها مبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي بهذا الأداء الرائع والجميل إذا زيارة وعصاتها فبطانها بن يوعان بن يوعان بن يوعان ياتي بهذا الإتقان تهانينا والناموس لمبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي على الفوز وعلى الانتصار ومشكور يا مسلم بن ناصر بن يوعان الشامسي المتابع لهذا الشعار المركز الثاني
المركز الثاني اليمامة سالم بن حمد بن محمد العامري، بينما المركز الثالث وصلت النايفة لناصر بن صالح بن طرشوم العامري، بينما رابع الأسماء المركز الرابع وصلت الهايلة لعلي بن سهيل بن خير بن عيض العفاري، بينما خامس الأسماء وصلت أيضا قرابة لعلي بن سلطان بن علي الشامسي. إذا تهانينا والناموس لمالك زيارة مبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي من قدم لنا أيضا زيارة في هذا المسار. تهانينا والناموس وتوقيتها الزمني كان أيضا متابعينا الكرام 4 دقائق 29 ثانية 44 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.